السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم تاني مع درس العلاقة بين الضرب والقسمة. زي ما اتفقنا درس الساعة درس سهل وبسيط، أهم حاجة نبقى عارفين اليوم فيه 24 ساعة، الساعة فيها 60 دقيقة، الدقيقة فيها 60 ثانية، نصف اليوم 12 ساعة، ربع اليوم 6 ساعات. نعرف الساعة وقراءة الساعة. يعني العلاقة بقى بين الضرب والقسمة، عندنا يا ولاد حاجة اسمها حقائق الأعداد. يعني لما أقول لك، فاكرين لما أقول لك 2 و4 و8، التلات أعداد دول في علاقة بينهم. إيه العلاقة اللي بينهم؟ إنه 2 في 4 تساوي 8، حقائق الضرب. التلات أعداد هم 2 و4 و8. لما أقول لك 4 في 2 تساوي 8، الضرب عملية إبدالية. طيب 8 على 2، يعني معايا 8 أقلام وزعتهم على ولدين، كل واحد هياخد 4. 8 على 4، كل واحد معايا 8 أقلام هوزعهم على 4 أولاد، يبقى كل ولد هياخد قلمين. ليه؟ علشان 2 في 4 ب8، 2 في 4 تساوي 8. الضرب والقسمة بينهم علاقة عكسية. تعال نشوف، نحل شوية في كتاب سلاح التلميذ صفحة 35. صفحة ايه؟ 35. بيقول لي تدريب: أكمل مجموعة الحقائق باستخدام الأعداد التالية. 2، أعطيني 3 أعداد أهم، 2 و6 و12. 2 في كام ب12؟ هما التلات أعداد أهم، عندي الاتنين وعندي الاتناشر. من جدول الضرب على طول أقول 2 في 6. كام في 2 ب12؟ عندي الاتنين وعندي الاتناشر، ما عنديش ايه؟ 6. يبقى 6 في 2 ب12. 12 على كام تساوي 2؟ عندي الاتنين وعندي الاتناشر، والتلات اعداد اللي بينهم علاقة ضرب وقسمة 2 و6 و12، يبقى 12 على 6 فيها 2، 12 على 2 فيها 6. طب تعالى نشوف التلات أعداد دول، 9 و5 و45، 9 و5 و45. جدول الضرب أنا حافظه، 5 في 9 ب45. طب أنا عندي هنا 5 وعندي هنا 45، يبقى 5 في 9 يساوي 45، والضرب عملية إبدالية، يعني 9 في 5 ب45، هي. طب 45 على 5، 5 في كام ب45؟ عندي 5 وعندي 45 اهم، فاضل ايه؟ 9. يبقى 45 على 9 يساوي 5، 45 على 5 يساوي 9، علشان 5 في 9 ب45. عندي 5 وعندي 45، 5 و45 يبقى عندي بتساوي 9. صفحة 36 كتاب سلاح التلميذ بيقول لي عندي 8 و7 و56. 8 في كام ب56؟ 8 في 7. طيب الكام في 8 ب56؟ 56 والتمانية، 56 والتمانية، 7. طيب 56 على كام فيها 8؟ على 7. 56 على 8 فيها كام؟ فيها 7. خلاص يا ولاد، انا بعتبرها كده يا ولاد، اوضحها لكم شوية زي مثلث. مثلث اهو، يعني عندي هنا 7 وعندي هنا 8 وعندي هنا 56. صغير في صغير يدينا كبير، كبير على صغير يدينا صغير، كبير على صغير يدينا صغير، صغير في صغير يدينا ايه؟ كبير. 7 في 8 ب56. طب 56 على 7 تساوي 8،
56 على 8 تساوي 7. خلاص يا أولاد؟ أعطيني هنا برضو 3 أعداد، 10 و4 و40. الأربعة في كام بـ40؟ عندي الأربعة وعندي الـ40، ناقص إيه؟ الـ10. من جدول الضرب على طول أجيب من جدول الضرب في ثواني، الأربعة في 10 بـ40. طب الكام في 10 بـ40؟ ما هو الضرب عملية إبدالية، يبقى الـ10 في 4 بـ40. 40 على الكام في الأربعة؟ 40 على الـ10. ليه؟ علشان الأربعة في 10 بـ40. خلاص؟ كبير على صغير يدينا صغير. طيب كام على 4 يساوي 40؟ احنا بنضرب الناتج في المقسوم عليه يدينا المقسوم، الـ10 في 4 بـ40. خلاص يا اولاد؟ 3 و12 و36، اقول له 3 في 12 صغير في صغير يدينا كبير يساوي 36، والضرب عملية إبدالية، يعني اجيب لي 12 مكان الـ3، 12 في 3 يساوي 36، صغير في صغير يدينا كبير. القسم بقى كبير على صغير يدينا صغير، يعني 36 على الـ3 يساوي 12، 36 على الـ12 يساوي 3. صعبة دي؟ سهلة جدا، صغير في صغير يدينا كبير. عندي 6 وعندي 8 وعندي 48، يبقى هضرب ايه في ايه؟ هضرب الصغير في الصغير يدينا الكبير. 6 في 8 بـ48، الضرب عملية إبدالية. أودي الـ8 مكان الـ6 وأجيب الـ6 مكان الـ8، أقول 8 في 6 يساوي 48. كبير على صغير يدينا صغير، الكبير ايه؟ 48 يا سنة تالتة. على 8 يدينا صغير برضو، يدينا ايه؟ 6. ها كبير 48 على 6 يساوي 8. طيب بيقول لي هنا ايه؟ اكمل باستخدام العلاقة بين الضرب والقسمة، نحلها ان شاء الله في الفيديو القادم، وشكرا ودمتم بخير.